الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر؟ هذه العبارة لا تصلح. ما صحة قول النبي؟ يصلح هذا. ما صحة الحديث الذي ورد عن الرسول؟ هل هو صحيح أو لا؟ أما إذا كان من قول النبي فلا شك أنه صحيح وأنه حق. الحديث فيه مقال، الحديث كل أمرين ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية ببسم الله فهو أبتر، فيه مقال. نعم.